على الخبريه شو حلوه. عن جد ابو العز قاسرين اثنين ضباط فرنسيين شبابنا؟ ايه والله يا فهد، امبارح بالضبط صار هذا الشيء. يا الله يحميهم ويوفقهم لما في خير هالبلد. امين يا رب امين. هلا اللي علينا انه نركن شوي ونبلش نلم شوية عملة وشوية سلاح لحتى نوردهم للرجال مشان يقوا أكثر، مو بس رجال العمارة، العمارة والحارات اللي حواليها. قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، المؤمن كثير بأخيه، وهذا الشيء واجب علينا يا زعيم. والله يا جماعة اليوم الفرحة فرحتين بعد الخبر اللي سمعناه من أخونا أبو العز. يخلي لي إياك يا أبو فهد، والله إنك صادق، وإن شاء الله يا رب، إن شاء الله هيك يكون تمام على خير. آمين. آمين يا رب العالمين، آمين. إن شاء الله.